تمكنت مصالح الشرطة الأمن ولاية وهران ممثلة في الأمن الحضري الخامس عشر والأمن الحضري السابع من تفكيك شبكتين إجراميتين أفرادها تورطوا في ترويج المخدرات العقلية وسط الإقليم الحضري، أين أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و46 سنة حز ما يفوق 7899 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل مبلغ مالي من عائدة المتاجرة يفوق 64 مليون سنتيم.